تحت شكون غيتسقسيو عليه؟ لا هذا بن احمد، هذا بن احمد ديال ما عرفتوش، وكان كاتب كاتبه نتاع هذا. انا كنت في العمر 15 سنه دخلت في الحزب تاع ميصالي بي بي في ذاك الوقت كان تحضير في الحقيقة، خطر كاين في معاجل يقولوا تحضير غير نهار طولة. تحضير كان منين كان المناضل وطني ينتمي للوطنية، خمستاشر سنة حتى التاريخ دخولي للثورة. نعم 55 كنت واجد، زعما ما فيش مشكل، كنت واجد النضال الكفاح في الليل، اللقاءات في الليل ونخدمو البلاد الوحدة نتاع البلاد والمحافظة على البلاد والمحافظة على بعضكم بعض. الله يحفظك الحال. هذا هو تكريم مجاهد تاعنا الحاج موفق، هو عضو جيش تحرير يعني من السنوات 55 حتى 62. الشيء اللي لاحظناه خلال كل الزيارات اللي درناها هادو ملي بدينا هادو ثلاثة، كي تدخل البيت تاع مجاهد يعني كل ما تدخل تلقى عنده معرض تاع الصور تاع الثورة التحريرية. هذا ثالث بيت وثالث ملاحظة راني نديرها، دائما عندهم صور تعبر على كفاحهم النضالي يفتخروا بها، ودايرينها كيما حنا عائلة الجزائرية يعني دايرينها في الصالون، يعني اللي يجي راهو يشوفها هذا الفخر والاعتزاز تاعهم بالنضال تاعهم، حنا كذلك نفتخروا بالنضال هذا. فإذا نكرموه هذه التكريم رمزي، نتمنى له ان شاء الله الصحة والعافية.